امرأة طافت طواف الإفاضة والوداع وعليها عذر، وهذا كان قبل 5 سنوات، ولأنه معقود عليها ولم تتزوج، ماذا عليها أثابكم الله؟ ليس عليها طواف وداع، الحائض ليس عليها طواف وداع. إذا كان المقصود بالطواف طواف الوداع، أي ليس عليها طواف وداع، وطواف غلط خطأ. طواف الإفاضة ما يصح من الحائض، يجب عليها أن تنتظر حتى يزول عنها الحيض وتغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم للحائض غير افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني طواف الإفاضة، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فإذا كانت طافت وهي حائض طوافها غير صحيح، وإذا كان عقد عليها عقد نكاح فالعقد غير صحيح، لأنها ما زالت في الإحرام، فالعقد غير صحيح، وعليها أن تطوف للإفاضة، ترجع وتطوف للإفاضة، تسعى بين الصفا والمروة. نعم.